يخص الحادث الأليم الذي سجل على مستوى ولاية سيلا ببلدية عين الحجل أمس. تدخل هنا كان الساعة 10:24 رأيت هذا الحادث الذي تمثل في اصطدام في البداية بين حافلة نقل المسافرين التي كانت تربط بين خط العاصمة وحسين سعود. الاصطدام تبعه انحراف وانقلاب لهذه الحافلة نقل المسافرين. للأسف الحصيلة النهائية لهذا الحادث هو 5 وفيات وإصابة 33 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. كانت هناك 4 وفيات في عين المكان، والحالة الخامسة توفيت على مستوى المستشفى المحلي لولاية المسيلة. هذا الحادث كان على مستوى طريق الوطني رقم 8 ببلدية وضائرة عين الحجل. لذكر فقط أنه ضحايا كانوا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية والأساسية في عين المكان، ثم التحويل حسب الاستعجالات إلى مختلف المصالح الاستشفائية لولاية المسيلة.